قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إنه لا توجد مستشفيات تعمل في شمال القطاع ومحافظة غزة. وأشارت السلطات الصحية إلى أن مئات الآلاف من الجرحى والمرضى معرضون للموت جراء التضييق على المستشفيات، حيث يأمر جيش الاحتلال النازحين بمغادرة مراكز الإيواء دون تحديد وجهة آمنة. انتقلت مجموعة من الفلسطينيين النازحين إلى مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. الفلسطينيين قاموا بإصلاح بعض الفصول الدراسية بالمدرسة للإقامة بها، وكانت المدرسة الواقعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قد تعرضت لأضرار كبيرة بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع. قالوا لنا اخلوا المدارس اللي في رفح، فجينا على خان يونس على المواصل في خان يونس على مدرسة أنروا. هاي الأنروا زي ما انتم شايفين هنا كيف دمار شامل، اليهود كان خشينها ومدمرينها، بقد ما ننظف فيها مش قادرين نقوي اولادنا فيها، الاولاد العيشه، المي مش قادرين نوفرها، الاكل والشرب مش قادرين نوفره، زي ما انتم شايفين اطلعوا كيف الحريق، مش قادرين نعيش فيها. جينا على المدارس هذه نستصلح منها مكان نقعد فيه، ما يعني مأوى، مش نلاقين أحسن من هيك يعني نقعد في أي مكان، وبعد لا في مي ولا في كهرباء ولا في حياة، والحال أنت شايف كيف يعني، هاينا إحنا والبنات والأولاد عقد ما نقدر نستطيع بندور لنا مأوى. وين نروح؟ الحين قاعدين إحنا في منطقة خان يونس، لا مية لا كهرباء لا مأوى، أيسنا حالنا، وين نروح؟ فيش وسع، ما فيش مكان، ما فيش أي مكان نتجه عليه، ازدحام سكان، وين يعني تقدرش تحط حالك في مكان الا تلاقي جنبك ناس، اضطرينا نرجع مطرح ما اليهود ما طلعت من خان يونس، اضطرينا نقعد